السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. البارحة أعطيناكم لعبة خاصة بالقتال، خاصة بالكيك بوكسين، واليوم سوف نقوم بشرح أفضل لعبة بروسلي على شكل أبيكا للأندرويد. هذه اللعبة تحكي قصة بروسلي، يعني أنك سوف تلعب بشخصية بروسلي فقط، وبها جرافيك جيد، والجميل أكثر أنها تشتغل بدون إنترنت وعلى معظم الأجهزة. أنا أجربه على أندرويد 10، وأيضا تشتغل على أندرويد 4 و5 و6 و7 و8 و9، لن تجد أي مشكل في هذا الجانب. وأيضا بها جرافيكس كما قلت لكم جيد، وحجم فقط 110 ميجا. سوف أضع لكم رابط تحميلها أسفل الفيديو في موقع ميديا فاير. عليكم فقط بفك الضغط عليها ونقل ملف الداتا إلى أندرويد في ملف، يعني في مجلد داتا، وتسطيب ملف الإي بي كي بصفة عادية. الآن نقوم باختيار الصوت. يس هنا. Do you want to play the tutorial? لا. No. والآن سوف نبدأ بهذه اللعبة الرائعة جدا، بروسلي. الآن كما تشاهدون نختار هنا بلاي، هنا ستوري، وهنا الأركيد، هنا تايم أتاك، هنا فيرسز. سوف نقوم باختيار أركيد هنا على هذا الشكل، بروسلي فايت. والآن سوف نبدأ. هذه اللعبة ممتعة جدا، سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. بها جرافيكس جيد، شاهدوا سوف أقوم بالزيادة في الصوت. أيوه هو كما تشاهدون الحركات الخاصة ببروسلي. الآن سوف نبدأ. هيا هيا اوه جيد. هيا جيد ممتاز. رائع، كما تشاهدون لقد هزمناه. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى خصم آخر. هناك حركات عديدة، شاهدوا عليكم فقط ب يعني التدرب هنا. هناك أيضا مراحل التدريب لكي تعرف الحركات القتالية، وأيضا هناك يعني بعض الحركات رائعة جدا. شاهدوا التعابير الوجه الخاصة ببروسلي، جرافيكس جيد جدا، والجميل أيضا أنها تشتغل بدون إنترنت. هيا لا سوف يهزمنا. لا هزمنا كما تشاهدون، قد هزمنا في آخر لحظة، لكن لا مشكلة، سوف نقوم بالإعادة. جيد جدا، continue. yes سوف نقوم بالإعادة ومحاولة هزيمته. هيا يا بروسلي. كما تشاهدون لقد هزمناه في هذه الجولة، شاهدوا التعابير الخاصة ببروسلي رائعة مضحكة جدا. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى مقاتل آخر. هيا هذا المقاتل سمول بوي، هي أمريكي أعتقد. شاهدوا الجرافيكس
جيد جدا كما تشاهدون. دفاع. لا هذا ملاكم كما تشاهدون. لا ضربة اخرى. خذ. دفاع. اضرب اضرب. لا سوف يهزمنا. لقد هزمنا كما تشاهدون. هذا يعني خصم قوي جدا هو ملاكم كما تشاهدون، لكن سوف نعيد ونهزمه في هذه الجولة. هيا يا بروسلي. هيا. جيد. ممتاز. قوي جدا. جيد جدا. كم تشاهدون لقد هزمناه في هذه الجولة. نعم نحن الآن أصبحنا نعرف أكثر بطريقة اللعب. عليكم بالدفاع في هذه اللعبة، الدفاع هو أحسن وسيلة، وبعد ذلك سقومون بالهجوم في يعني المرحلة التي تستحق ذلك. الآن سوف نقوم بقتال ذا ماستر هذا العجوز. هيا شاهدوا بروسلي، شاهدوا الجرافيكس جيد شاهدوا هذا العجوز. هيا سوف نقوم الآن بزيادة الصوت. لا دفاع. هيا. قوي جدا هذا العجوز. هيا. لقد هزمنا كما تشاهدون. هذا العجوز قوي جدا، يقوم بالدفاع يعني جيدا. آخر مرة سوف أقوم بالقتال وسوف أكتفي بهذا القدر. اللعبة جيدة وأيضا صعبة عليك بالتعود عليها، ولكن رائعة أيضا كما تشاهدون. هيا الجرافيكس جيد مقارنة مع الحجم الخاص بها. هيا. لا جيد. خذ. هيا. لا هزيمان.
هذه ما انا قبل شيء. اللعبة صراحة رائعة، كنت اقترب ان اهزمه لكن هزمني في اخر لحظة هذا العجوز ذو ماستر قوي، ولكن اذا نزلته مرة اخرى اعتقد انني سوف اهزمه. شكرا لكم، لا تنسوا الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم. سوف تجدون رابط اللعبة اسفل الفيديو في موقع ميديا فاير، والى اللقاء في فيديو اخر.